متخصص كده، انتوا ايه رأيكم في سعر كيلو اللحمة اللي بقى من 350 ل 400 جنيه؟ ده انتوا شايفين في مبالغة؟ هي دي اسعار السوق؟ في استغلال موسم ولا شايفين ايه؟ يعني خلينا نتكلم يا فندم على علاقة تجارية زي ما بنقول، هي علاقة بين العرض والطلب. احنا دايما بنكون حريصين على زيادة حجم المعروض من خلال اللي احنا الاجراءات اللي احنا بنقوم عليه بيها، سواء لزيادة الانتاج المحلي او لتوفير بدائل المستوردة علشان نزود حجم المعروض. الحاجة الثانية ان احنا كمان بنفتح شوادر ونقاط بيع تابعة للدولة المصرية، مش بس منافس وزارة الزراعة بالمناسبة واللحوم المتوفرة فيها بالاسعار اللي بنتكلم حوالين 200 جنيه، انما في كمان منافس وزارة التموين، في كمان منافس جمعيتي، في كمان منافس امان، منافس وطنية، العديد من المنافس اللي لها علاقة بالدولة المصرية، وبالتالي دي بتضخ كميات مستمرة ومستقرة من المنتجات المختلفة، وطبعا على رأسها اللحوم، ودي بتخلي في توافر مستمر وإتاحة بدائل للمواطن المصري. ممكن ما تكفيش كل الناس، بس على الأقل هيبقى في توافر مستمر. ده إجراء. في إجراء تاني اللي كان سبق وتم الإعلان عنه من السيد رئيس مجلس الوزراء، إن يبقى في عملية التسعير وعملية الرقابة على الأسعار من خلال الجهات المتخصصة والجهات القائمة على حماية المستهلك المصري، ودي بالتالي بتقوم بإجراءات تفتيشية وإجراءات كل الإجراءات اللازمة اللي من شأنها السيطرة ومنع المغالاة غير مبررة في الأسعار. دلوقتي بقى في توافر للأعلاف، وده يشجع التربية، وبالتالي أكيد لازم يحدث انخفاض في الأسعار. في أيضا توافر في شحنات، سواء شحنات بيتم انتاجها محليا او بيتم السماح بدخولها، ودي برضه هتزود من حجم المعروض، وبالتالي من الطبيعي ان يحدث هناك انخفاض في الاسعار. في توافر لنقاط البيع اللي بتفتحها الدوله المصريه باسعار مناسبه، وبالتالي دي كمان تؤدي الى تحرك بشكل منخفض او انخفاض الاسعار بشكل اكبر. فكل دي عوامل موجوده، اكيد الاجهزه الرقابيه هتقوم بهذا الدور، واكيد هيبقى في مزيد من زياده حجم المعروض لتلبيه احتياجات المواطن المصري في الفتره المقبله. الدكتور محمد القرش المتحدث باسم وزاره الزراعه، بشكرك شكرا جزيلا.